بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، سيد الوزير الأول، أعضاء الحكومة المحترمون، زميلاتي زملاء النواب، أسر إعلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على الدستور لا سيما المواد 114 123 126 132، بناء على الأمر رقم 0121 مؤرخ في 26 رجب من عام 1442 الموافق ل 10 مارس من سنة 2021، المتضمن القانون العضوي متعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لا سيما المادتين 215 216، بناء على المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 قاف ميم د 2022 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق ل 23 جوان من سنة 2022، والمتضمن إعلان حالة شغور مقعد النائب خضرة محمد عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية على الجالية الوطنية بالخارج المنطقة 2 جنوب فرنسا، وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية واستخلافه بالمترشح العناني ساعد من نفس القائمة الانتخابية. بناء على الإحالة رقم 28/2022 مؤرخة في 11 سبتمبر من سنة 2022 من قبل السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني لقرار المحكمة الدستورية المذكور أعلاه، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الأحد 25 سبتمبر من سنة 2022 على الساعة 10 صباحا برئاسة السيد زهير خلادي رئيس اللجنة لإثبات عضوية المترشح العناني ساعد لاستخلاف النائب بخضرة محمد عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية على الجالية الوطنية بالخارج المنطقة 2 جنوب فرنسا، وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية. بعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 01 قاف ميم د 2022 المؤرخ في 23 ذي القعدة من عام 1443 الموافق ل 23 جوان من سنة 2022 المذكور أعلاه، وبعد اطلاع على حالة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني لقرار المحكمة الدستورية، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تثبت عضوية المترشح العناني ساعد عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية عن الجالية الوطنية بالخارج المنطقة 2 جنوب فرنسا. ذلكم هو أيتها السيدات أيها السادة النواب تقرير لجنة القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نائب جديد في المجلس الشعبي الوطني المعروض عليكم للمصادقة، وشكرا. شكرا سيد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وبما أن النصاب متوفر طبقا للمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أعرض تقرير اللجنة المتضمن إثبات عضوية نائب جديد للتصويت. المصوتون بنعم. المصوتون بلا. الممتنعون. السيد العناني سعد نائب الجديد. أعتبر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق على تقرير اللجنة المختصة بإثبات عضوية النائب العناني سعد، الذي أرحب به باسمكم جميعا زميلاتي زملاء النواب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه. ننتقل الآن إلى تقديم بيان السياسة العامة عن عمل الحكومة الذي يعرض أمامنا اليوم